انا خدت عهد على نفسي مش هتكلم الجمهور عايز يسمع عن اللي حصل قبل اخر ماتش. اخر ماتش كان امتى؟ كان امبارح فاركو. امبارح فاركو 2-2. فاركو 2-2 يوم الخميس عامل مؤتمر صحفي عالمي هدعو فيه كل السوشيال ميديا بتاع الزمالك. يوم الاثنين يوم الخميس حتى المختلفين معاي حتى اللي هاجموني كله يجي كله عشان مش عايز اتكلم مش عايز اوقع الفريق تمام عشان اعرف الحقيقه فين. حرك الفريق ايه يومها بقى خلص. انا معاه مستشار اسوري امبارح قال ان هو مكمل وان هو محتاج دعم الصفقات. هل في صفقات هنقدر نلعب؟ اسوري نفسه بقاله شهرين مع بعض واللعيبه معقول هنقول بقى نحكيه موضوع عباس خنق النادي وفي ناس في الدوله خنق ليه يعمل كده. طيب حضرتك رجب بحى رفع قضيه على حضرتك؟ لا مش عليا. هو قال هيرفع اللي بعت لك الفيديو. عايزين نعرف مين. ايوه في سؤال بس. اتفضل. في كم محامي في مصر؟ كتير جدا. 300,000 مثلا. مش معنى ساب كل المحامين راح محمد رشوان محمد رشوان اللي رفع له قضيه يبقى يعرفوا بعض ولا ما يعرفوش؟ سلمني على الصوره وصلت. يعني حضرتك مصمم ان هو ورانا كده يا ريس. يلا بقى فريق بس بعد اذنكم. طيب ماشي يا اساتذه. سلم اهو هو اللي بعت لي دي. ده بحى اللي هو قالوا ان هو عمل سحر لنادي الزمالك باللي بعتها لك عادل سالم. هو هيرفع بقى على عادل سالم مش مع حضرتك الخصوم. لا صورة الساحر رجب محمد الشهير برجب بحى. وعايز اعرف رجب بحى ده في قريه حضرتك تيجي قدام. وقال ان هو عامل بناء هنا تمام يعني. هو قاعد في قريه. لا بقى عايز اقول انت فاكر الدكتور ولا المهندس ولا صاحبي قالوا له سحر؟ هم اصلا الدكتور المهندس والمحامي والقاضي ما بيقتنعوش اصلا بالكلام ده. ينفع ناخد صوره معاك؟ فهو اصلا قصه ان هو راجل بنا يعني شاب راجل بنا يعني. انت عايز دكتور هو اللي قام بالسحر؟ عايز مهندس؟ عايز صحفي؟ عايز قاضي؟ عايز محامي؟ لكن هو الغريب بقى انه عمل حاجتين. ان سيد عبد الحفيظ اللي الراجل اتهمه هنا بيروح له رد. سيد عبد الحفيظ اي حاجه بيطلع يرد ما ردش. نمره اتنين هو بحى ده لو مش مشهور في البلد قوي كان الصحفيين قدروا يوصلوا له. سوريو طلب كذا صفقه امبارح منها مدافع بيلعب بقدمه اليسرى ومهاجم ووسط وخط نص. هل الزمالك هيلبي الطلبات؟ ان شاء الله. يعني في قدره ماليه في النادي ان هو حابب تقول ايه لجمهور نادي الزمالك؟ يوم الخميس في الجزائر ان شاء الله عشان اشرف ان انا كنت ساكت لغايه اخر ماتش. بيعملوا شغل. السلام عليكم.